السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور مي تبع كيمياء حيوية وتغذية. مكملين سلسلة الفيتامينات الزائبة في الماء اللي بدأناها بفيتامين B1 الثيامين. النهاردة هنتكلم عن فيتامين B2 الريبوفلافين. الريبوفلافين من الفيتامينات اللي بتدوب في المية، زي ما احنا شايفين دلوقتي التركيب بتاعه في الصورة عبارة عن ايه؟ التكوين الاساسي للريبوفلافين عبارة عن حلقة ايزوليكسوزين معاها سكر الريبيتول. طيب لو حصل عملية فوسفوروليشن بتكون الاكتف فورم من الريبوفلافين اللي هو كو انزيم، يا اما هيكون فلافين مونو نيوكليوتيد او فلافين ادينين داي نيوكليوتيد اللي هو جزيء الفاد. دول بيشاركوا في تفاعلات الاكسده والاختزال عشان يحصل انتاج للطاقه في صوره الاي تي بي. طيب بعد كده هنتكلم عن ايه وظيفه الريبوفلافين. الريبوفلافين ليه 8 وظائف في الجسم. اول وظيفه انه بيساعد في تحرير الطاقه من عمليات الايض زي الكربوهيدرات والفات والبروتين. ليه؟ عشان يحصل انتاج للطاقه في صوره اي تي بي اللي هو مخزون الطاقة في الجسم. الوظيفة التانية ان الريبوفلافين مش بيشتغل لوحده، ده لازم يكون معاه فيتامينات تانية عشان يساهم في نمو الجسم وانتاج خلايا الدم الحمراء. رقم 3 بيشتغل مع فيتامين A عشان يحافظ على الأغشية المخاطية اللي موجودة في الجهاز الهضمي. رقم 4 الريبوفلافين ليه دور مهم جدا انه يحول التريبتوفان اللي هو حمض أميني عشان يحوله للنياسين اللي هو فيتامين B3. رقم 5 كمان بيساعد في امتصاص وتفعيل الحديد وحمض الفوليك أسيد وفيتامينات تانية زي فيتامين B6. لقوا ان الريبوفلافين ليه دور مهم انه ينشط فيتامين B6، واحنا عارفين ان فيتامين B6 دوت مهم عشان اكون البورفرين. رقم 6 انه بيحافظ على صحة العين والاعصاب والعضلات والجلد. رقم 7 بيساعد في انتاج الهرمونات من الادرينال جلاند. رقم 8 بيعمل نمو سليم للجنين، وكمان بيشتغل كمساعد للانزيم اللي هو جلوتاثيون ريدكتيز اللي هيمنع الاكسيتيتيف ستريس ويحميني من امراض كتير زي مرض السرطان. بكده يبقى دور الريبوفلافين خلص. طيب ايه المصادر اللي بحصل منها على الريبوفلافين؟ المصادر كتير جدا، لانه بيتكون في الجسم عن طريق بكتيريا الامعاء انتستينال فلورا، او عن طريق المصادر الغذائية بتاعتي. اما لو هتاخده من مصدر حيواني يبقى عندك الكبدة والكلى والسمك والدجاج والمحار ومنتجات الالبان. طيب لو هتاخده من مصدر نباتي يبقى الخضروات الورقية الداكنة زي السبانخ والجرجير والبقدونس والبروكلي. كمان هتلاقيه في الحبوب الكاملة والمكسرات والخميرة. كمان الريبوفلافين موجود بنسبة كبيرة في الشرش بتاع الجبنة القريش. بعد كده هنتكلم عن استابيليتي، ايه ثبات الفيتامين ده بالنسبة للحرارة؟ فهو ثابت حراريا، اما في الذوبان فهو بيدوب في المية. طيب الضوء بيأثر على الفيتامين انه بيعمله عدم نشاط ازاي؟ كمثال عندي اللبن في الازازة، الازاز لقينا ان كمية الفيتامين فيها قليلة جدا، اما لما جابوا اوعية غامقة فيها اللبن بتاعي محفوظ لقوا ان كمية الفيتامين موجودة زي ما هي. اذا يبقى الحل عشان احفظ الريبوفلافين من الضوء احط اللبن بتاعي في اوعية ليها لون داكن. بالنسبة للبسترة لقوا انها بتأثر على كمية الفيتامين الموجودة. بعد كده هنتكلم عن الانتاجونست للريبوفلافين، وهو مركب كيميائي اسمه جالاكتوفلافين، بيحتوي على سكر الجالاكتوز بدل الريبيتول. كمان هنتكلم عن التوكسيستي. التوكسيستي للفيتامين ريبوفلافين مش بتحصل. ليه؟ لانه فيتامين بيدوب في المية
فبالتالي اي زيادة من الفيتامين ده اخدتها بتخرج في اليورين بتاعي. بعد كده هنتكلم عن نقص الفيتامين في الجسم بيسبب مرض اسمه ارايبوفلافينوزيز. طيب ليه اعراض؟ طبعا اول حاجة بيحصل تأثير في منطقة الفم واللسان والشفايف عن طريق ثلاث مصطلحات. اول مصطلح زي ما احنا شايفين في الصورة كولايسيز، ده عبارة عن احمرار في الشفايف وتشققات، كمان بيحصل التهاب في الزوايا بتاعة الشفايف. المصطلح التاني اسمه استوماتيتس، ده عبارة عن التهابات في زوايا الفم وبتسبب تشققات مؤلمة. المصطلح التالت اسمه كوليستيتس، وده عبارة عن التهاب في اللسان وبيخلي لون اللسان ريد بيربل. العرض التاني بيحصل ديرماتيتس، ودي عبارة عن التهابات في الجلد وبيحصل تراكم للدهون في منطقة الأنف. رقم 3 بيحصل فاسكولاريزيشن في القرنية. ايه معناها؟ انه بيزيد الأوعية الدموية في القرنية بتاعتي وبتبقى لونها أحمر. رقم 4 بتحصل أنيميا من نوع نورموسيتيك نورموكروميك أنيميا، دي نتيجة ان الريبوفلافين عرفنا دوره انه ينشط بي 6 المسؤول عن تكوين البورفرين اللي بتمنع الأنيميا. طيب لو حصل نقص للفيتامين في الانيمالز بيحصل اعراض زي التهابات، سكوت للشعر، قرحة للقرنية، شلل في الرجل، انيميا. اخر حاجة هنتكلم عنها هو الريكويرمنت، ايه الاحتياج اليومي من الريبوفلافين عشان ما يحصلش النقص. بالنسبة للاطفال والبالغين بياخدوا نفس الكمية منه، وهي 6/10 ميلي جرام من الريبوفلافين لكل 1000 كيلو كالوري، يعني تقريبا كده ياخدوا 1.2 ميلي جرام في اليوم كله. طيب الكمية دي لازم تزيد في حالة الحوامل حوالي 3/10 ميلي جرام عن احتياجهم الأساسي، كمان بتزيد بالنسبة للمرضعات بنسبة 5/10 ميلي جرام في أول 6 شهور عن احتياجهم اليومي، و4/10 ميلي جرام بعد اول 6 شهور عن احتياجهم اليوم. بكده نكون خلصنا فيتامين B2 ريبوفلافين. يا رب تكون استفدتوا، وانتظرونا في باقي السلسلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.